سندريلا سندريلا انت يا بنتي. ايوه ايوه يا مرات ابويا، انا جيت اهو. ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه مش هروح معاكم حفله الامير ولا ايه؟ امير ايه يا ام امير انت؟ امير ايه بجلابيتك المرقعه دي؟ وبعدين انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ انا وبناتي بس اللي رايحين، وانتي تفضلي هنا للكنس والمسح بس. ما انا مسحت الريسبشن اهو ثلاث مرات، مش فاضل لي غير بس تلميع القلموتين، والنبي خديني معاكي بقى. خلصتي ها؟ فين ده اللي خلصت؟ انا هاخد البنات واروح حفله الامير، وانتي اقعدي نضفي لي دي. يلا. الدنيا ماشيه بظهرها، حطت عليا وقالت لي لما سألتها انت الضحية، حرام يا دنيا مش كده، ما تاخدينيش كبشي فدا، انا مش هفية، انا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرحة، وانت يا دنيا مش بسم الله الرحيم. ايه ده، انت مين؟ انا ساحرة من ارض الخيال جاية احقق لك المحال. ساحرة؟ الله، هتحققي لي امنياتي وكده؟ ايوه يا حبيبتي، امال شبيكي لبيكي مدام سحر بين ايديكي جاية احقق لك امانيكي. بقول لك ايه، الامير عامل حفلة في القصر بتاعه وانا هموت وراحة، والنبي توديني، والنبي والنبي والنبي. امير مرة واحدة؟ عيوني بس انت ازاي هتروحي بالهلاهيل اللي عليكي كده؟ ده انت شكلك مقرف معفنة. معاكي حق، بس هعمل ايه؟ مش انت ساحرة؟ يلا اتصرفي. يا حبيبتي انا ساحرة بس مش هاني البحيري. انت محتاجة معجزات، بعدين قولي الحفلة دي فين؟ في قصر الامير بعد كارفور كده بشوية. يا لهوي، لا ده مشوار بعيد جدا. يعني انت محتاجة فساتين، تاكسي رايح تاكسي جاي، عندك جزم؟ ما عنديش. لا استني، طب استني احسبها لك كده. انت بصي، انت شغلتك كده حسبه 775 جنيه، هعمل لك ديسكاونت يبقوا 750 جنيه. ما انا مش معايا الا 50 جنيه يا ابله والله. لا يا حبيبتي انا ساحره، بس انا عندي عيال ولازم اوكلهم. طب بقول لك ايه، انا كنت مخمره 50 جنيه تانية كده للظروف، يعني مش خساره فيكي، هديها لك. صعبت عليا، غلبانه. شكلك كده غلبانه وبنت حلال. طب معاكي صوره للامير؟ دي ما بتفرقش خيالي، يخرب بيت جمال امك. هي ابله اهي. ايه الكرسي؟ انت كويسه؟ لا الضغط، الضغط. بصي يا حبيبتي ادخلي كده اعملي 50 شاي كده، خلينا نركز. عينيا. يلا اعملي التعويذه كده نظيفه. البت طلعت واعيه، دي منمره على امير خليجي. ايه قمر، يخرب بيت جمال امك. وات فورتيك. كام سكر؟ سكر سكر عسل، سكر كتير كتير. بعينك يا سندريلا، ده ما يفوتش من تحت ايدي. الشاي ها بقى هتعملي ايه؟ بصي يا حبيبتي، تعالي اقول لك يا سندريلا، انا فكرت كتير قوي، مش كل حاجه الواحد بيتمناها بتتحقق. يعني بصي يا حبيبتي، انت في الاخر ايه؟ وهو امير، ما تبصيش فوق، رقبتك هتتقطم. بعدين انا فكرت كتير، بص ال 100 جنيه دي مش هتسد، يعني المشوار من هنا لغايه كارفور قاطع ده 70 جنيه، اجيب لك انا المشوار ده منين؟ 70 جنيه؟ ايه السحيره دي؟ امال فين القرعه اللي هتبقى عربيه، والفرن اللي هتبقى جنود، وفين الكش بتاعت العصايه السحريه؟ ايه الكلام ده؟ انا ساحره يا ماما، بس انا في الاخر عندي عيال ولازم اوكلهم، انا قلت لك. يلا طلعي فلوس. طب اهدي اهدي، خلاص ما تزعليش، ركزي والنبي بقى. طب بصي بقول لك ايه؟ ايه؟ هو الواد الامير ده يعني تعرفي عنه ايه؟ سكته ايه؟ دماغه ايه؟ بيحب مين؟ يعني غير ان هو قمر وكده، سمعت يعني كلام في سرك انه بيحب كندا علوش. مين دي؟ اولا اسمها كندا علوش، وبعدين كندا دي تيجي ايه في سحري وفي جمالي؟ بصي يا سندريلا، يلا بقى اتمني لك اي امنيه كده، خليني امشي كده، خلصيني. اصل شفتي انا بيخلص الساعه 12، اتاخرت. بصي انا عايزه اروح الحفله، ده المهم عندي، توديني الحفله وخلاص. لا يا حبيبتي، اتمني لك امنيه على قدك، اسيق لك المطبخ، مش عايز. اشطب لك المواعين، اكبر لك حاجه، انفخ لك حاجه، امنيه على قدك. انا عايزاكي تكبري لي ايديا عشان امسح بيهم اسرع. ايدك ايه يا بت اللي انت غبيه انت ولا ايه؟ خلاص خلاص، انا هجيب لك الامير. تكدوا النبي. ايوه هجيب لك الامير. ولا يا امير، ولا يا امير.
قد جدع وكسيب وهيسكتك. خد يا حبيبي يا أمير. تاني تاني يا خالتي سحر، كل مرة كده تجيبيني على ماله وشي. معلش يا حبيبي، يلا خد سلم على خطيبتك سندريلا. بصها بصها زي حضرتك. ليه تعانيكوا؟ أمارات 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 تجنن. بصي يا حبيبتي، يلا خد ابصمي لي على الورقة دي وخلينا أطير. يلا يلا. بقول لك إيه يا خالتي، بعد إذنك ثانية واحدة. يعني بصي يا سندريلا، تمام وكل حاجة، بس ممكن أمنية صغيرة قد كده؟ عيون خالتي أمر يا حبيبي، ممكن بس يعني تكبري لها إيديها؟ نفكر زي بعض. لا ده انا هفاجئك. لا واتقسمت نصين. اوعدك يا حبيبي بكره الصبح تصحى تلاقي ايديها قد كده. يلا اطير انا، استاذنكم. شيمة طبعا الوسام.